خبر كمان معانا، خبر في عن ملاحقة ومحاصرة يحيى السيد إبراهيم المسؤول الأول عن معظم العمليات الإرهابية في مصر والهارب إلى تركيا. اتحط اسمه بالفعل في النشرة الحمراء. يحيى السيد إبراهيم كان متحدث باسم وزارة الصحة في عهد الإخوان. هو هرب لتركيا بعد سقوط الإخوان، ومن هناك خطط ودبر وقعة اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات. تم ترتيب الاغتيال من تركيا، جهز مجموعة من كوادر التنظيم الإرهابي، وقام بالفعل بتدريبهم عسكريا، ورجعوا القاهرة علشان ينفذوا العملية اللي اتكلمنا عنها. الله يرحمه. معانا مداخلة من الكاتب الصحفي بلال الدوي. اهلا وسهلا استاذ بلال. استاذ بلال اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا. حضرتك ايه مدى صحة محاصرة يحيى السيد ابراهيم؟ احنا اولا بنتكلم عن قيادي تنفيذي مسؤول عن حاجة اسمها انشأها يعني الاخوان انشأوا حاجة اسمها اللجان النوعية الاخوانية واللجان النوعية المتقدمة. اللجنتين دول كانوا بيضموا بعض العناصر اللي جماعة الإخوان قدروا يضموهم لميليشيات كانت خاضعة تحت أمرة اثنين، خيرت الشاطر وأسامة ياسين. خيرت الشاطر نائب المرشد، وأسامة ياسين كان قائد هذه المجموعات اللي كان بيقودها قبل دخوله للسجن في فترة بعد 30 يونيو ويقظة الدولة المصرية وفض اعتصام رابعة. فوجئنا لان التنظيمات اللي تم تشكيلها دي اللي كان بيقودها وتخضع لامره خالد الشاطر واسامه ياسين زي ما بيقولوا كده في العلوم السياسيه انفرط عقدها واصبح لا يوجد لها قائد. فوجئنا في نصوص التحقيقات لنيابه امن الدوله العليا، خاصه في قضيه اغتيال العميد وائل طاحون مفتش الامن العام. ظهرت بعض المعلومات امام جهات التحقيق الامن الوطني ونيابه امن الدوله العليا. الجهات دي بتقول، التحقيقات دي بتقول حاجتين. الحاجه الاولى ان هؤلاء الميليشيات اللي انشاتها جماعه الاخوان بيقودها في الداخل واحد اسمه محمد كمال، وده اللي كان بيقود التنظيم في داخل مصر وتم التعامل معه وتصفيته في شقه موجوده في البساتين مع ثلاثة من أنصاره. تمام. الحاجة الثانية اللي أظهرتها التحقيقات يا فندم إن وجود عقل مدبر ومخطط لهذه التنظيمات والميليشيات في الخارج موجود في تركيا، وهو يحيى السيد إبراهيم محمد موسى، وهو محور حديثنا الآن. يحيى موسى زي ما حضرتك قلتي تولى في أثناء حكم الخائن محمد مرسي، تولى منصب متحدث باسم وزارة الصحة بعد كده. طب معلش اسمح لي يا استاذ بلال، هل حضرتك تعتقد ان تركيا هتوافق على تسليمهم؟ لا طبعا مش هتوافق، لان تركيا يعني تمشي في ركب جماعه الاخوان، ووجود جماعه الاخوان فيها عنصر اساسي جدا في قرارها وفي دعمها، خاصه بان يحيى موسى. طيب ما فائده الملاحقه والمحاصره؟ والانتربول الدولي بيعمل ايه يا فندم؟ احنا بنتكلم عن جهود بتقوم بيها الانتربول، وجهود بتقوم بيها النيابة العامة المصرية من اجل القبض على بعض العناصر. يعني هي تركيا ممكن تقف قدام الانتربول؟ لا، هي بيكون يعني برضه هتكلم حضرتك وهقول لحضرتك طبعا تركيا مش هتقدر تقف قدام الانتربول، ولكن بيعملوا عمليات التواء وتحايل في الموضوع. يعني مثلا في وزير شهير جدا تولى المسؤولية وتم يعني كان على مقربة من القبض عليه. قطر اخرجت لي جواز سفر وغيرت الاسم، بدل ما هو اسمه رشيد في الباسبور المصري ادته باسبور اسمه باسبور المهمه، وغيرت بدل ما هو اسمه رشيد خلته اسمه راشد. فيعني هي دي عمليات، يعني هناك بعض التحايل. بعض التحايل طبعا نتيجه التعاون بين جماعه الاخوان وقطر وتركيا وايران في سبيل تحقيق فوضى في مصر وسبيل تحقيق عمليه هدم الدوله المصريه. التحقيقات اللي بتقوم بها النيابه العامه المشكوره، النيابه العامه
اللي بيقودها نيابة أمن الدولة العليا واللي بياخدها المستشار المحترم اللي ربنا يقويه خالد ضياء الدين، بتبرز كل التخطيطات واللي بيقوم بيها يحيى موسى اللي احنا بنتكلم عنه. يحيى موسى كان الولاد اعترفوا وتم تنفيذ العملية، قاموا بتنفيذ العملية وصوروها، يعني هم اعترفوا أمام النيابة وتم تصوير الاعترافات دي في الأماكن اللي في شارع عمار بن ياسر في مصر الجديدة. أيوة. والولاد قالوا، الولاد قالوا ان احنا كنا بعضهم كان منتمي الى كلية، احدى كليات جامعة الازهر، وتعرفوا على بعض في رابعة، وحصلوا على شقة بتمويل من يحيى موسى من تركيا، ويحيى موسى قال لهم انا هدربكم عن طريق بعض الميليشيات التابعة لينا في احدى الدول المجاورة، وتم تدريبهم. يحيى موسى مدهم بالسلاح، فشلت العملية قبلها بيوم، يوم 28 لو نفتكر، يوم 28/6/2015 فشلت العملية. فوجئنا بعدها تاني يوم قالوا ده فشلت العملية، قال لهم نفذوها تاني يوم. الولاد اللي اعترفوا في التحقيقات وقالوا الكلام ده تاني يوم بعد ما تم تنفيذ العملية، أول مكالمة تليفونية قام بيها الجناه والمتهمين اللي ما بقوش متهمين طبعا، اللي بقوا المنفذين للعملية نتيجة حصولهم على أحكام قضائية في هذا الأمر وتحولهم للنيابة، خلاص أخذوا أحكام. الولاد قالوا إن احنا أول مكالمة تليفونية صدرت مننا كانت مكالمة إلى تركيا، قائد الميليشيات في تركيا وهو يحيى موسى، هو ده يحيى موسى ده. وانا بشكر في حضرتك في برنامج حضرتك المحترم، بشكر الدول الاربعه مصر والسعوديه والامارات والبحرين بان هي ادرجت يحيى موسى على قوام الارهاب الدولي طبقا للقوائم اللي اصدرتها، واحنا عارفين ان هم اصدروا قوائم بافراد وقوائم بكيانات. الكيانات اللي اصدرتها الاربعه لي على قوام الارهاب الدولي حركه حسم. الكيانات اللي انا بقول لحضرتك دي، الكيان اللي انا بحكي عليه ده حركه حسم اللي كان بيقوده في الخارج يحيى موسى بالتعاون مع جمال حشمت، وكان بيقوده في الداخل محمد كمال. الكيان ده اسمه حركة حسم. حركة حسم أدرجت على قوام الإرهاب، تم القبض على أكثر من 70% من عناصرها. حركة حسم تورطت في أحداث تدمير بعض الكنائس في، والاعتداء على بعض الكنائس في مصر، والاعتداء على بعض الكمائن، واغتيال، محاولة اغتيال الدكتور علي جمعة، ومحاولة اغتيال معالي المستشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد، وبعض الكمائن في مدينة مصر، والاعتداء على نادي الضباط في دمياط. العمليات دي كلها كان بيقودها اثنين في مصر. أيوة. مجموعة من الميليشيات اللي احنا بنتكلم عليها دي بيقودها اثنين في مصر زي ما انا قلت. أيوة. محمد كمال في الداخل مصر، ويحيى موسى هذا الخطير المدرج على الحمد لله تم ادراجه. تم ادراجه، وهناك بعض المحاولات ل الوصول الى بعض العناصر القليلة التي ما زالت هاربة، مثل علي السماح وهو الذي يقوم بالحصول على حقيقة الصلة بين حركة حسم في الداخل. أيوة. ويحيى موسى، وطبعا ده مدرك برضو على قوام الارهاب. احنا بنقول ان جهاز الامن المصري تعافى، الامن الوطني وضع ايده على جميع خيوط الخيوط اللي بترتبط بالتنظيمات والميليشيات دي كلها. بنقول ان تعاون اخوة اشقاء في دولة الامارات والسعودية والبحرين مع مصر من اجل مكافحة الارهاب، هو ده بقى مكافحة الارهاب. هتيجي نقول مكافحة الارهاب ازاي؟ لازم عشان اكافح الارهاب لازم اطارد القيادات، لازم واحصل عليهم واقدمهم للنيابة، لازم اقفل الحنفيات، وهو ده فعلا اللي بتيجي من قطر واللي بتيجي من تركيا. أشكرك يا أستاذ بلال جدا، الكاتب الصحفي بلال الدوي، ألف شكر لحضرتك. إحنا بدأنا مشوار خلص منه كتير وبقي فيه شوية صغيرين، مشوار الإرهاب ده قرب ينتهي. نطلع فاصل ونرجع لكم مرة تانية، ابقوا معنا.